سلمت حلمي مع ورقة الامتحان، مستقبلي ضاع وكل حاجة حلمت بيها راحت. سوزي الأردنية بتنهار بعد امتحان الفيزياء، كان نفسها تكون دكتورة، مش هتصدق اللي عملته. كلنا عارفين سوزي الأردنية البلوجر المعروفة، لكن المفاجأة كانت بعد اللي عملته سوزي أول ما خلصت امتحان الفيزياء. سوزي نشرت فيديو على حسابها الرسمي وهي بتنهار بالبكاء، وأنا بسلم ورقة الفيزياء للمراقب، شفت حلمي بيضيع قدام عيني، مستقبلي ضاع، بفتكر فلوس أمي ودعواتها ليا وقتها وبقول يا رب. سوزي ما قدرتش تمسك أعصابها بعد اللي حصل معاها في الامتحان، ما كانتش متخيلة أن كل ده هيحصل، كان عندها أحلام كبيرة، لكن شافت أنها راحت مع صعوبة الامتحان. فيديو سوزي حقق رواج كبير على منصات التواصل الساعات اللي فاتت، وتفاعل معاه عدد كبير من المتابعين اللي قالوا في تعليقاتهم كله بيشتكي من امتحان الفيزياء حتى سوزي. حبيبتي ما تقلقيش، أنا في امتحان الفيزياء ده من سنتين دخلوني اللجنة متأخر وسحبوا الورقة بدري، والله العظيم كان في 15 سؤال ما قريتهم أصلاً ولا أعرف عنهم حاجة بسبب الورقة. مع العلم كنت بحب الفيزياء قوي. جماعة على فكرة هي بتهزر، هي أكيد بتذاكر وعارفة اللي وراها، إنما سوزي بتضحكنا دايماً، بس إنما إحنا ما نعرفش اللي ورا الكاميرا إيه. سوزي ردت على التعليقات كمان وقالت في كومنت ليها، يا جماعة أنا ما بحبش أطلع أقول أنا بذاكر والكلام ده، بس أكيد مش ههمل مستقبلي، أنا بهزر معاكم عشان أفرفش مش أكتر. لكن دي مش المرة الأولى اللي تتكلم فيها سوزي عن امتحانات الثانوية، من أيام كشفت مفاجأة عن أول يوم ليها في امتحانات الثانوية العامة، وقالت في فيديو على حسابها على فيسبوك إنها عدت بمواقف غريبة في أول أيام امتحانات الثانوية، وإن زمايلها كانوا مستغربين إنها بتدرس في القسم العلمي، خصوصاً إنها طالبة في واحدة من مدارس الثانوية لكن بنظام المنازل. سوزي قالت إنها كانت مستاءة من الطريقة اللي بيتم تفتيش الطالبات بيها قبل الامتحان، وإن كان في حرص جديد على عدم السماح للطلاب بالغش. احتلت سوزي الترند بعد القبض عليها الفترة اللي فاتت، خصوصاً بعد الفيديو الشهير والخناقة اللي حصلت مع والدها وجملة في الشارع اللي وراه. سوزي قالت فأقوالها في الوقت ده، أنا اندمجت في الفيديو غصب عني وما قصدتش أهين أبويا قدام الناس. وقالت كمان إن والدها استولى على أموالها اللي بتحصل عليها من تطبيق التيك توك ورفض إعادتها ليها. سوزي كانت سبب في جدل كبير بعد الرسالة اللي واجهتها للفنانة ليلى زاهر بعد مشاهد مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، وقالت ليلى ما تزعليش مني أنت حبيبتي، أنت طلعتي وعمالة تقلديني، ما تكبريش، أنت بتقلديني وأنا سكتالك، شقتك ولعت في المسلسل وده مش من عند ربنا، عشان أنا شقتي كمان ولعت، إن شاء الله المشهد اللي جاي بيقولي لي قبلها بيومين عشان أنت عارفة مشاغلي وسفرياتي، عرفيني قبلها وكلميني ونطلع المشهد الجاي سوا، بس أهم حاجة تكلميني.